يمكن في ظل هاي الأجواء السياسية هنالك أهمية مثل ما ذكرت نورة سفراءنا الفلسطينيين المتواجدين حول العالم في نقل قضيتنا مجددا وعدالة قضيتنا، ويمكن يعني في الأيام الأخيرة فرحنا بإنجاز وشعرنا إلى أي حد معظم دول العالم مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية. في ظل أيضا الأجواء الميلادية مقولتك في هذا الموضوع؟ يعني نعم فرحنا وكلنا فخر بالإنجاز لأن كل العالم يقف مع فلسطين ومع قضية فلسطين العادلة، ومن هنا من أمام كنيسة المهد مكان ميلاد السيد المسيح نبعث الأمل بقلوب كل أبناء شعبنا وخاصة المخزون الكبير لدينا لدى الشعب الفلسطيني الجاليات الفلسطينية في الشتات. وكما تعلمون في ألمانيا هي أكبر جالية في أوروبا، هناك 200 ألف فلسطيني يعيش في ألمانيا، ومن شاهد المظهر للأعداد الألاف الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع الألمانية في كل المدن الألمانية يعتقد أنه في بيت لحم أو في رام الله، لأن ليس فقط الفلسطينيين خرجوا، خرج معهم كل محبي السلام والعدالة، وبالتالي كانت هذه رسالة مهمة أيضا تبعث الأمل لدى شعبنا الصامد هنا في الوطن بأننا ليس لا نقف لوحدنا، بل كل الفلسطينيين حتى ولو ابتعدوا ولكن فلسطين والقدس تحديدا هي في قلوب كل الأطفال والجيل الجديد الثاني والثالث الذي أيضا خرج ليعبر عن غضبه، وخرج معه كثير من المتضامنين الألمان، كثير من الجاليات العربية والإسلامية المتواجدة بألمانيا. لذلك نحن شعب في هذا اليوم نحتفل لأننا صامدون على هذه الأرض ونقول أننا سنبقى سنحتفل، وكذلك يحتفل معنا كل أبنائنا في الجاليات. كذلك سفارة فلسطين في ألمانيا وكما كل سفاراتنا في العالم لديها عمل سياسي ودبلوماسي هام جدا لدى الجانب الرسمي، بالإضافة للعمل مع الجهات الشعبية والمجتمع المدني، لكن كما تعلمون ألمانيا لديها حالة استثنائية في أوروبا بالرغم من أهميتها وأهمية دورها الذي تلعبه في ألمانيا في أوروبا بشكل عام ولها علاقة خاصة جدا مع إسرائيل، ولكن موقفها كان تحديدا بما يخص القدس متناغم مع الموقف الدولي. يعني نحن اليوم يقف معنا كل العالم باستثناء إسرائيل وأمريكا، وبالتالي ألمانيا أخذت موقف هام جدا بأنها تناغمت مع الموقف الدولي وصوتت قبل أيام ضد إعلان ترامب، وبالتالي نحن نكسب أيضا المواقف الرسمية لدى دول كانت من الصعوبة عليها أنه تأخذ قرار لصالح فلسطين، وهذا لأن هناك إدراك عام بأن سياسات الولايات المتحدة هي تهدد الأمن والاستقرار العالمي. يعني ليس فقط كانت قضية القدس هي من القضايا التي تبعت الخروج من اتفاقية المناخ، السياسة مع إيران أو كوريا الشمالية، وهذا لا يجب أن ننساه. هناك خوف عالمي وأوروبي بأن كل المعايير التي اتفق عليها العالم في القانون الدولي الآن هي أصبحت في خطر، وبالتالي لابد من الرجوع إلى هذه المعايير التي هي موجودة في القوانين الدولية والإنسانية، وبالتالي نحن نتمسك بهذا العمل الدبلوماسي والسياسي، وأيضا يهمنا أيضا العمل الشعبي والجهد الذي تبذله مؤسسات التضامن معنا. نعم بكي، تحدثنا عن تضامن الشعب الألماني ووقوفه إلى جانب شعبنا في عدالة هذه القضية، بالأخص بعد القرار الأخير أو بعد إعلان السيد الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة الاحتلال، وشاهدناهم في مدنهم طبعا وعواصمهم أكيد يتواجدون يعني يقفون بجانب الشعب الفلسطيني. وهنا أيضا دعيني يعني أشير لجاليتنا الفلسطينية ولكل يعني لمن لا يستطيع القدوم ب
بهذا الوقت من العام هنا لفلسطين؟ وأنت يعني سفيرتنا في ألمانيا الآن، أنت بفلسطين، ماذا ستنقلين للجالية الفلسطينية؟ ماذا ستنقلين أيضا للشعب الألماني الذي يقف بجانب شعبنا؟ وأنت يعني رح تعودي مشحونة بكل رسائل المحبة، بكل رسائل السلام، يعني لتقوم بأكيد توزيعها على شعبنا هناك وعلى الشعب الألماني. نعم، أولا أنا أحمل تحيات كل فلسطيني وفلسطينية متواجد بألمانيا، ونستشعر بهم الأمل، نستشعر بهم الحب لفلسطين وللقدس، ويعني كل النكبات والأزمات التي مرت على فلسطين، وبالرغم من بعدهم الجغرافي عن فلسطين إلا أنهم يحملون فلسطين في قلوبهم. بالتالي القضية هي قضية موجودة، هي قضية نحملها، وهي تؤكد على أن الاحتلال إلى زوال، وأن لابد أن هذا الشعب الذي يخرج عهد التميمي ويخرج الشهيد إبراهيم أبو ثريا هو شعب فخور، شعب ذو عزة وكرامة، وهذا ما يستشعر به أبناء الجالية الفلسطينية في كل الأماكن، وخاصة في ألمانيا كون كما ذكرت هي جالية كبيرة. كذلك المتضامنين الألمان هم أيضا أصبحوا على ثقة، وأصبح عندهم جرأة كبيرة لانتقاد السياسات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أنهم يتعرضون لكثير من المضايقات من الجمعيات الموالية لإسرائيل. فهذا أيضا دلالة على أن العالم يرفض هذه الانتهاكات، يرفض الاحتلال، يرفض انتهاكات القانون الدولي. هناك صوت هام جدا للجالية الفلسطينية في ألمانيا لإيصال رسالة شعبنا في الدول التي نعيش بها، للضغط على الرأي العام الأوروبي والألماني تحديدا. بالتالي هي علاقة تكاملية، هي علاقة حنين وحب لفلسطين، هي علاقة فخر بأن هذا الشعب الصامد على الأرض هو الذي سيمكننا من الوصول إلى الحرية والاستقلال والعيش بكرامة. أعتقد أن هذا مهم جدا لكل من يسمعنا هذا اليوم في هذه الأجواء الميلادية، وأن يروا أن فلسطين بالرغم من كل ما تتعرض له هي تناضل، هي عندها أمل، تفرح، تخرج إلى الشوارع. هذا الاحتفال هو عيد وطني يخرج فيه كل الفلسطينيين بمسلميه ومسيحيه، وهذه رسالة مهمة جدا لأوروبا بأن هذه حالة فريدة ليس فقط في الشرق الأوسط والعالم العربي وإنما في كل العالم. هذا ما نحمله الفلسطيني الموجود في مخيماتنا في الداخل، الموجود في غزة، وأيضا الذي يحمله الفلسطيني الذي يعيش بالغربة وبالشتات والذي يحلم بالعودة إلى فلسطين وإلى القدس والوجود في الأماكن المقدسة التي حبانا بها الله، المسيحية والإسلامية. سعادة السفير، يعني في ختام هذا اللقاء ذكرنا يمكن الحضور الفلسطيني أينما كان له تأثير وله قوة، وإحنا طبعا من خلالك نوجه تحياتنا كل الجاليات الفلسطينية في ألمانيا وفي كل الدول الأوروبية والشتات. رسالتك، معايدتك، أمنياتك للعام الجديد طبعا لأبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا. يعني رسالتنا كما في كل عام، إذا بتتذكروا دائما نمر بهذه الأزمات، ولكن دائما في الأعياد الميلاد المجيدة نستشف الأمل ونزرع الأمل في قلوب أطفالنا. مدام هناك مئات وآلاف الأطفال مثل عهد ومثل كل شعبنا المناضل والذي يقدم كل التضحيات، نحن بخير. فرسالتنا هي رسالة حب وسلام وأيضا صمود على هذه الأرض. نحن نحمي هذه المقدسات، نحن كما قال السيد الرئيس نحب مقدساتنا وكنائسنا ومساجدنا، ولكن نريد الإنسان، نريد أن يعيش الإنسان بكرامة، وهذا ما نسعى إليه. واليوم كل العالم يقف معنا، وبالتالي لابد من أننا نطور أدواتنا أيضا لكسب هذا الزخم والدعم الدولي، وللتمسك بعدالة قضيتنا والاستمرار في عملنا الدبلوماسي والسياسي، وأيضا في المقاومة الشعبية للوصول
الوصول إلى العام القادم له أكيد وأن نحتفل هنا في مثل الأبدية في القدس وفي بيت لحم. يعني نحن على بعد أمتار من القدس، من هنا من بيت لحم نرسل تحية لكل أبنائنا وبناتنا في القدس، ونقول إن شاء الله العام القادم وفلسطين حرة وشعبنا إن شاء الله ينعم بالحرية والاستقلال كما باقي الشعوب في العالم. أكيد كل سنة وأنتم سالمين. وأنتم سالمين يا رب. كل الشكر إليك ولوجودك معنا سعادة السفيرة خلود الدعيبس سفير دولتنا فلسطين في ألمانيا. كل الشكر إليك، كل عام وأنتي بألف ألف خير. يعطيكم العافية تلفزيون فلسطين. شكرا، ألف شكر. شكرا.